السلام عليكم. إذا أعزائي الطلبة، ها قد وصلنا إلى الدرس الفصل الثالث من دروس إدارة الموارد البشرية، ألا وهو تخطيط الموارد البشرية. إذا بعد أن رأينا مفاهيم حول إدارة الموارد البشرية وتطورها، ثم تحليل الوظيفي الموارد البشرية، اليوم سأحدثكم عن تخطيط الموارد البشرية، أي la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. رأيت أنه من الأجدر أن نقف عن تعريف الكفاءة قبل أن نتطرق إلى بقية الدرس. إذن الكفاءة، سنتكلم عن الأبعاد الثلاثة للكفاءة، إذ ما لاحظناه من خلال مفاهيم سابقة أن الكفاءة تعرف دائماً استنادا إلى الثلاثية الكلاسيكية، ألا وهي الدرايات والدرايات الفنية والدرايات الذاتية، والتي تعتبر الاصطلاحات التالية. المعرفة أي le savoir هي مجموعة من المعلومات المستوعبة والمهيكلة والمدمجة في إطار مرجعي يسمح للمؤسسة بقيادة أنشطتها والعمل في إطار خاص. المعرفة الفنية أي le savoir faire هي القدرة على التصرف بصفة ملموسة، وهذا حسب الأهداف المحددة مسبقا. وأخيرا المعرفة الذاتية le savoir être، هذا النوع من المعرفة أهمل لوقت طويل، تسمى كذلك بالدراية العقلانية، وهي تتمثل في مجموعة السلوكيات والمواقف والمميزات الشخصية المرتبطة بالموظف والمطلوبة طبعا عند ممارسة النشاط المعني. يعتبر إذن تخطيط الموارد البشرية أحد المراحل الأولى لكل برنامج فعال في إدارة الموارد البشرية، ويتطلب هذا النشاط وبالذات التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من اليد العاملة، ومن ثم تخطيط المراحل التي تلبي هذه الاحتياجات. يمكن تعريفها أنها تلك السياسات والإجراءات والعمليات التنبؤية التي تتأكد من خلالها المؤسسة أن لديها الأعداد والأنواع المناسبة من العاملين في الأماكن المناسبة وفي الوقت المناسب خلال فترة زمنية مستقبلية، وأن لديهم القدرة على القيام بكفاءة وبفعالية بتلك المهام التي تسمح للمؤسسة بتحقيق أهدافها. ويستخدم غالبا أيضا مصطلح تخطيط الموارد البشرية بشكل واسع، لأنه إجراء يعتمد على إعداد مخططات تحدد المتاح والاحتياجات من العمال كما ونوعا. بالطبع لما نتكلم عن الكم، هنا رانا نتكلم على العمالة، عن عدد العمال، ولما نتكلم عن النوع رانا نتكلم على الكفاءة خلال فترة زمنية مستقبلية. عرف السيتو أيضا تسيير التقدير للوظائف والكفاءات بأنه تلك العملية التي تسعى المؤسسة من خلالها إلى تحقيق توافق دائم ومستمر بين مؤهلات العمال والوظائف التي يشغلونها، حتى تستطيع المؤسسة أن تساير التطورات التي تطرأ من حين إلى آخر. وعرف بوير وإكيليباي التسيير التقدير للوظائف بأنه عملية تهدف المؤسسة من خلالها عن البحث عن الطرق اللازمة لتكييف الموارد البشرية الحالية للمؤسسة مع استراتيجياتها وأهدافها المستقبلية. وأخيرا تعرف كارلين التسيير التقديري للوظائف بأنه عملية تتضمن شقين، أحدهما يخص الوظائف والآخر يخص الكفاءات. فالتسيير التقديري للوظائف حسبها يعني مجموعة الطرق والأساليب التي تهتم بمتابعة التطورات التي تحدث على وظائف المؤسسة، طبعا استجابة لاستراتيجياتها المستقبلية. أما التسيير التقديري للكفاءات فيشير إلى مجموعة الإجراءات التي تهتم بتطوير مؤهلات الأفراد ومهاراتهم تماشيا ومتطلبات الوظائف
في المؤسسة. إذن لمن يريد الدرس باللغة الفرنسية يمكن تعريف لا جيبيك حسب سيتو. La GPEC, en fait, elle consiste à partir d'une stratégie définie en termes d'objectifs à élaborer des plans d'action. Donc la GPEC, c'est des plans d'action destinés à neutraliser, on peut dire neutraliser, ajuster, réduire, par exemple, de façon anticipée. On peut dire anticiper, anticipatif, d'accord, prévisionnel. De façon donc anticiper les inadéquations ou bien les écarts quantitatifs ou qualitatifs. Quantitatif, donc je dis lorsqu'il s'agit d'effectifs, et qualitatif lorsqu'il s'agit de compétences, entre les besoins futurs et les ressources humaines disponibles. Il s'agit donc de concevoir et de mettre en œuvre des actions préventives qui permettent d'anticiper des problèmes d'ajustement quantitatif et qualitatif des emplois et des compétences. Donc ici, on a un schéma. Donc là, j'explique. On a dans la phase 1 les ressources actuelles ainsi que les besoins actuels de l'entreprise. Ça veut dire qu'il faudra identifier et connaître notre présent. D'accord. Une deuxième phase, donc, on devrait prédire. Donc, il faudra faire des prévisions, projeter, voilà, à moyen terme, la situation de nos ressources. Projeter à moyen terme la situation de l'emploi ainsi que les compétences, d'accord, à moyen terme. D'accord. Après cela, donc, il faudra analyser les écarts entre les ressources actuelles et les ressources futures. Une fois on a les écarts, on applique nos plans d'action correctif afin de réduire ou bien d'ajuster ou bien de neutraliser ces écarts justement. Le principe de la planification repose sur une comparaison, bien sûr, entre les besoins futurs et les disponibilités en ressources humaines. Elle débouche sur trois situations. Quand les besoins correspondent aux disponibilités, même si cette situation est rare, la stratégie de ressources humaines donc repose sur une série de décisions et d'actions qui visent à stabiliser les actifs par la formation ou la promotion, etc. Donc cette situation est assez rare. Quand les besoins par contre sont supérieurs aux disponibilités, la stratégie de ressources humaines va s'orienter vers l'acquisition des ressources humaines. Cette dernière s'effectue soit en interne par la promotion, la mobilité, etc. ou en externe par le recrutement et la sélection. Et enfin, quand les besoins sont inférieurs aux disponibilités, la stratégie de ressources humaines, dans ce cas-là, va s'appuyer sur la réduction du volume d'emploi, que ce soit par la flexibilité du temps de travail, par le départ anticipé ou le licenciement. نمر إلى مراحل تخطيط الموارد البشرية. أولاً علينا القيام بإحصاء عدد الموظفين الحاليين، أي نقوم بتحليل هيكل العمالة لديها وتركيباته المختلفة من حيث الأعداد، الكفاءات، مدة الخدمة، التعليم، السن، الجنس، الحالة الاجتماعية. كما تقوم بتحليل هيكل الأعمال من حيث عددها، أنواعها، أسمائها، درجتها. ثم تصاغ كل هذه المعلومات في جداول تسمى قوائم جرد المهارات والتي تعدل باستمرار، مثلا عند القيام بتقييم الأداء. كذلك لتحليل الموارد البشرية ومن ثم تحديد الاحتياجات منها مستقبلا، تقوم إدارة الموارد البشرية بحساب ما يسمى بمعدل دوران العمل ومعدل الغياب، أي لو تو دابسونتيزم و لو تو تورنوفر. ثانيا نقوم بالتنبؤ بالاحتياجات من الموارد البشرية، أي الطلب. مثلا ستقوم المؤسسة بتحديد عدد الأفراد الذين تحتاجهم خلال فترة زمنية مستقبلية وبكفاءات ومؤهلات محددة، أي بمعنى تحديد المطلوب من الموارد البشرية من حيث الكم والنوع خلال فترة التنبؤ،
وتتأثر هذه الاحتياجات من الموارد البشرية خلال فترة زمنية معينة بالأهداف والاستراتيجيات التي تتبناها المؤسسة خلال هذه الفترة. ثالثا، سنقوم بمقارنة الفارق بين الوضع التقديري وما هو مطلوب لتحقيق استراتيجية المؤسسة واستنتاج الفروقات. إذن سوف يقوم مخطط الموارد البشرية بالمقارنة بين التقديرات التي توصل إليها من الاحتياجات المطلوبة من الموارد البشرية وبين العرض المتوقع خلال الفترة التي يعد لها التخطيط للتأكد من توازنهما ومعرفة ما إذا كان هناك فائض أو عجز متوقع، وبالتالي يمكننا تحديد البرامج المناسبة لمعالجة الموقف. إذن أخيرا سوف نقترح بعدما حسبنا الفوارق سوف نقترح الإجراءات التعديلية، إذ يوجد العديد من البرامج التي يمكن للمؤسسة الاختيار من بينها للقضاء على هذا الفائض أو العجز الذي أظهره تخطيط الموارد البشرية، غير أن هذا الاختيار بالطبع سيتوقف على حالة سوق العمل، ما إذا كان يتصف بالندرة أو الوفرة من العمالة. نذكر من هذه الإجراءات التوظيف، الترقية، التحويل، التنزيل، تشجيع التقاعد المبكر، تقسيم العمل، التوقيف المؤقت عن العمل، العمل الإضافي، العمل المؤقت، والعزل النهائي. Donc, la démarche de la mise en place d'une GPEC. Donc, pour être efficace et véritablement servir la stratégie de l'entreprise, la GPEC doit être formulée en véritable stratégie des ressources humaines et non pas comme la mise en œuvre d'une obligation légale ou d'un simple effet de mode. La mise en place d'une GPEC implique au minimum de, premièrement, décrire l'existant, bien sûr que ce soit quantitatif ou qualitatif, diagnostic des ressources et l'analyse de l'effectif. Donc pour décrire l'existant, on va faire un diagnostic quantitatif. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que il faudra connaître son effectif. Et par ailleurs, donc la gestion active des âges au travail est devenue l'un des défis essentiels de la gestion des ressources humaines et des politiques d'emploi. L'objectif de la gestion structurelle des ressources humaines est d'obtenir ou de conserver une pyramide des âges équilibrée. Donc ici, on parle d'un outil de prévision de départ à la retraite, mais aussi d'anticipation des évolutions en termes d'emploi et de compétences, s'inscrivant ainsi dans la réflexion stratégique des dirigeants de l'entreprise. C'est de l'autre côté aussi, c'est un outil de politique de rémunération. Donc cet outil, pyramide des âges, donc on le verra plus en détail donc, à la fin du cours. On fera aussi un diagnostic qualitatif. Après un diagnostic quantitatif, on va faire un diagnostic qualitatif qui concerne les compétences. Dans ce cas-là, on va créer un référentiel de compétences et on va faire un regroupement des différents emplois. On va aussi analyser les données. Donc, on va recenser les niveaux et diplômes, les compétences, le taux de turnover, de mobilité, d'absentéisme par emploi et par métier. Donc, tous ces éléments vont être recueillis et croisés afin d'obtenir les besoins prévisionnels en ressources humaines sur 3 à 5 ans. On va ensuite mesurer les écarts entre ce dont l'entreprise dispose à une date précise et ce dont elle aura besoin dans l'avenir. Donc, on va identifier les besoins futurs de l'entreprise. Et trois, on va calculer justement les écarts entre les ressources actuelles et les besoins futurs. Et enfin, on va élaborer une politique RH et mettre en place des actions correctrices. Donc, une fois les écarts et besoins futurs identifiés, l'entreprise doit procéder à la construction et la mise en place d'un plan d'action. Pour que ces solutions soient véritablement efficaces, il est nécessaire de réaliser un suivi régulier des politiques mises en œuvre, notamment au moyen de tableaux de bord. Ensuite, donc, différentes solutions s'offrent au DRH pour réduire les écarts constatés. On peut citer la formation,
qui apparaît comme un facteur de compétitivité économique. Elle répond aux attentes des entreprises comme des salariés dans la mesure où elle favorise l'employabilité du personnel et adapter les compétences aux besoins des entreprises. Transmission des savoirs. Face au départ massif en retraite des seniors, donc il faudra anticiper à une transmission de savoir, au risque bien sûr de voir se perdre les compétences et des réseaux informels tissés au fur et à mesure de leur carrière. De nombreux outils existent afin de favoriser justement cette transmission de connaissances au sein de l'entreprise, tels que les logiciels Groupwire ou parrainage ou tutorat. Le recrutement, bien sûr, quand les postes disponibles sont supérieurs aux effectifs en place, l'entreprise doit penser au recrutement pour combler ces postes. Il peut être interne ou externe. La promotion, elle repose donc sur deux critères, le mérite et l'ancienneté. Elle impactera le dynamisme du salarié, sa motivation bien sûr. Les conséquences de la promotion sont la motivation du salarié promu, la motivation des autres salariés et la possibilité d'effectuer d'autres promotions en raison du poste vacant engendré par le promu. La retraite anticipée. Généralement, cette action se propose de remédier à un désarroi managérial. En force, les salariés d'un âge avancé à prendre une retraite hâtive et de ne pas les remplacer par d'autres salariés. Le temps partiel. Utiliser donc des postes de travail dont l'occupant est lié à l'entreprise par un contrat temporaire est devenu actuellement une règle de conduite. Elle procure aux entreprises utilisatrices des avantages tels que recruter des salariés les plus productifs, coûts moins élevés en termes de salaire et avantages sociaux, etc. Et enfin, on parlera de la restructuration. Si les effectifs d'un métier sont amenés à être réduits, et qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, l'entreprise, donc, dans ce cas-là, doit prévoir un plan de restructuration. إذن نعود إلى هرم الأعمار اللي هو التقنية من تقنيات التنبؤ بالموارد البشرية المتاحة. يقول دولي: ضعوا مدير أي مؤسسة أمام هرم أعمار منظمته سيدرك فورا أهمية التسيير. فلهرم الأعمار تأثير ودور كبير في استمرارية المنظمة في نشاطها. تعتبر هذه الأداة من أقدم الوسائل المستخدمة في المنظمات لأن السن متغير يتميز بالبساطة وإمكانية التقييم الكمي. أهمية هرم الأعمار. لدراسة هرم الأعمار أهمية كبيرة تصنف كما يلي: يزود المنظمات بمعلومات متنوعة حول العمالة الموجودة حالياً. يدمج البعد الديناميكي بتصور للتطورات الطبيعية التي ستمس العمالة المعنية. له أهمية ترتبط بالبحث عن التوازن الدائم ما بين شرائح العمر قصد تشغيل اقتصادي جيد للمؤسسة. هناك نماذج مختلفة لأهرام السن. نذكر منها أولاً الشامبينيون الفطر اللي وراء عنده شكل الفطر. ما هي مميزاته؟ عندنا عدد كبير من العمالة الكبيرة كبيرة السن عفواً وعدد قليل من الموظفين الشباب. ما هي إيجابياتها؟ أولاً وجود ثقافة مشتركة جيدة ما يسمى بثقافة المؤسسة والتي تكونت انطلاقاً من قيم الموظفين القدماء بالمؤسسة بما أنهم يمثلون نسبة كبيرة في هذا الهرم. وجود دراية فنية مستقرة غالباً خاصة إذا لم تعرف المؤسسة أي تغيرات تكنولوجية لفترة قريبة أو في طرق العمل. فرص لتحقيق حياة مهنية بالنسبة للموظفين الشباب خاصة وأنه سيكون هناك إحالة على التقاعد لعدد كبير من الأفراد خلال السنوات القادمة. القدرة على امتصاص العمالة الزائدة بمرونة كبيرة
من خلال إحالة على التقاعد للأفراد، كما يساهم في تجديد البنية الديموغرافية للمؤسسة. أما السلبيات، التكلفة الأجرية مرتفعة نظراً لأقدميات الموظفين، باعتبار أن معدل الرواتب يرتبط الأقدمية، أي كلما كانت الأقدمية كبيرة كلما كان معدل الرواتب مرتفع. خطر فقدان نسبة من الدراية الفنية التي تمت تنميتها وتراكمت خلال سنوات طويلة من التجربة للأفراد الذين يحالون على التقاعد. في هذه الحالة ينبغي أن نتخذ الإجراءات المناسبة لنتمكن من تحويل الكفاءات بين الموظفين القدماء والشباب. خطر انخفاض جودة التوظيف نظراً لأن معظم العمالة كبار السن والتي سيكون هناك خروج متزامن لهم إلى التقاعد. هذه الحالة تفرض على المؤسسة التوظيف بكثافة دون مراعاة الشروط اللازمة لاختيار الموظف الكفؤ، بل يصبح همها الوحيد هو تغطية العجز في الأفراد. وجود مقاومة طبعاً ملموسة للتغيير التكنولوجي أو التنظيمي وفي التطورات التي تمس محتوى الوظائف، فالأفراد القدماء أي السينيور في المنظمات يتميزون بميل ضعيف في تغيير طريقة أدائه لعمله، وخاصة أنه لم يبقى له إلا سنوات قليلة ليحال على التقاعد. فالثقافة السائدة في هذا النوع من المنظمات هي ثقافة القدماء فيها. لابوار إكرازي أي الإجاصة المضغوطة، من مميزاتها عدد كبير من العمالة الشابة وعدد قليل من الموظفين كبار السن، ما جعلها تعتبر بنية شابة يمكن أن تكون في مؤسسات حديثة النشأة أو مؤسسات تفرض عليها طبيعة نشاطها الاعتماد على الأفراد الشباب. من إيجابياتها أن التكلفة الأجرية منخفضة في هذه البنية لأن معدل الرواتب مرتبط أساساً بالأقدمية، فكلما زادت أقدمية الموظف في المنصب تمت ترقيته وارتفع أجره إضافة إلى العلاوات، والعكس صحيح. وجود مرونة بالنسبة للعمالة الموجودة في المؤسسة نظراً لتفتحهم على كل التغيرات والتطورات مهما كانت طبيعتها. وجود حركية ملموسة وديناميكية نتيجة طبعاً تغلب العنصر الشبابي في المؤسسة. وجود ثقافة فوج أو مجموعة جديدة وأكثر مرونة نتيجة لانتمائهم إلى نفس الجيل، وبالتالي هناك انسجام وتشابه في قيمهم وميولاتهم وطموحاتهم المهنية. أما من سلبيات هذا الهرم هو وجود تكلفة تكوين مرتفعة لأن معظم الموظفين شباب ويعتبر رصيدهم المهني منعدم أو ضعيف، مما يتطلب تنميته وترقيته من خلال التكوين، ما ينعكس على تكلفة التكوين التي تتحملها المؤسسة. عجز في الدراية الفنية لنفس الأسباب السابقة، مما ينتج عنه عدم إمكانية تحويل كفاءات. هرم الأعمار لاتوبي أو الخضروف من مميزاته أنه هناك نسبة كبيرة من الأفراد الذين ينتمون إلى شريحة العمر المتوسطة، أي أكثر من 35 سنة وأقل من 50 سنة. وجود نسبة ضئيلة من الشباب ووجود نسبة ضئيلة من الشيوخ. من إيجابياتها تمثل تكلفة متوسطة نسبيا بالنسبة للكتلة الأجرية نتيجة انخفاض نسبة العمال القدماء. يتميز الموظفون الذين يمثلون الأغلبية أي شريحة العمر المتوسطة أكثر من 35 سنة وأقل أو يساوي 50 سنة بالنضج وتجربة معتبرة وديناميكية. وجود ثقافة متجانسة وسائدة في المنظمة وهي ثقافة شريحة العمر المتوسطة. معدل ضعيف للإحالة على التقاعد يمكن أن ينتج عنه عدم ترك هامش عمل أو تصرف، خاصة في الحالات التي تتطلب تنظيم انكماش إجمالي للأفراد.
هرم الأعمار كبة الصوف أي العظمة أي الفيولون الكمنجة دونك لوس لا بيلوت دو لين. من مميزاتها أنها تمثل تمثيل ضئيل للشريحة المتوسطة. وجود توازن بين شريحة العمال الشابة والشريحة المتقدمة في السن مما يشكل قطبان متقاربان عدديا وهما القطبان الأكثر عدد من الشريحة الوسطية التي تكاد تكون منعدمة. نجدها خاصة في مؤسسات قد أوقفت أو جمدت التوظيف لفترة معينة ثم عاودت التوظيف بعد ذلك في مستوى مقارب للسابق. من إيجابياتها يمكن اعتبارها الوحيدة المتميزة بتكلفة متوسطة للرواتب، خاصة وأن عدد الموظفين الشباب هو مساوي تقريبا لعدد الموظفين كبار السن. أما من سلبياتها فهو هرم غير منتج نوعا ما. لماذا؟ لأن هناك نزاعات تنشأ بين الجيلين الكبار السن والشباب، ما يسبب تصادم وتناقض فكري يجعلهما لا يتفقان في الكثير من أمور العمل. شريحة وسيطية قليلة العدد ما يعيق مهمتها في خلق تنسيق وربط ما بين الجيلين، فنضيع معظم وقت العمل في البحث عن توافق بين طرق تفكيرهما. تفرض البنية ترقية موظفين شباب إلى مناصب مسؤولية دون أن يكتسبوا التجربة المطلوبة التي تؤهلهم لشغل المنصب، بسبب إحالة طبقة كبيرة من الموظفين على التقاعد. وبما أن الشريحة الوسطية قليلة العدد فلا يمكنها أن تغطي احتياجات المؤسسة، مما يدفعها للجوء إلى ترقية سريعة للموظفين الشباب. وأخيرا هرم الأعمار أي البالون دروغبي، مميزاتها وجود فارق ضعيف نسبيا ما بين مختلف شرائح السن، رغم ما يظهر أن شريحة السن الوسيطة أكبر عدد تمثل نموذج مثالي لهرم السن نتيجة للتوازن المميز لها والذي يوفق ما بين كل الشرائح بصفة متناسقة. من إيجابياتها طبعا هو هرم منتج نتيجة التسلسل ما بين مختلف شرائح السن مما يخلق ثقافة مشتركة وتمنح هامش للتصرف الطبيعي قصد تسيير حالات العمالة الزائدة وبالتالي تجديد الأفراد في المؤسسة وذلك نتيجة للانتظام في الخروج. أما من سلبياتها هذا النموذج يبقى نظريا أكثر منه عملي نتيجة عدم إمكانية المحافظة عليه وضبطه. إذن أعيد صياغة هرم الأعمار باللغة الفرنسية لمن يريد ذلك. Donc les pyramides, on va citer les avantages et les inconvénients, différentes formes de pyramides. On citera d'abord la pyramide de Champignat. Cette pyramide donc compte peu de jeunes et beaucoup de vieux. Ses avantages, cette situation va permettre de proposer aux salariés, elle va leur permettre de proposer des perspectives d'évolution rapide et un renouvellement naturel au gré de départ à la retraite. L'inconvénient, c'est que cette situation est synonyme d'une masse salariale très importante, puisqu'on a, on a beaucoup de vieux, beaucoup d'expérience, ce qui signifie une masse salariale importante. Le départ des salariés les plus âgés peut conduire à une perte de compétences. Donc, identifier cette situation à l'avance va permettre à l'entreprise de proagir en mettant en place des dispositifs de transmission de la connaissance. La résistance au changement technologique, les seniors donc préfèrent toujours travailler de la même manière. La deuxième pyramide, la poire écrasée, les avantages, c'est que les jeunes générations sont majoritaires, donc dynamisme, souplesse, réactivité, qualifie cette typologie.
De même, du fait de la faible ancienneté, donc la masse salariale va être peu élevée. Quant aux inconvénients, il y a des problèmes de promotion qui risquent d'apparaître, car les opportunités seront très disputées. Autre point, cette typologie requiert plus d'investissement dans la formation. Pelote de laine, le violon ou l'os, l'inconvénient, c'est qu'il y a des salariés peu nombreux dans les classes d'âge intermédiaire, ce qui va générer un conflit entre les deux générations, les plus vieux et les plus jeunes. La toupie ou l'as de pique, cette pyramide en forme de toupie se caractérise donc par une forte proportion de la classe moyenne, âgée de plus de 35 ans et moins de 50 ans. Il n'y a pas assez de très jeunes, pas assez de vieux, donc les jeunes qui sont majoritaires constituent une source d'innovation, les vieux n'étant pas nombreux. Donc malheureusement, la bataille que se livrent les jeunes entre eux pour remplacer les vieux crée au sein de l'entreprise un climat délétère. Donc chacun veut être chef. Donc je vous remercie pour votre attention.